من المعروف عن عالم البحار أنه مليء بالأسرار والمفاجآت الكثيرة التي يكتشفها الإنسان كل يوم، ويعتبر الصيادون والغواصون أكثر الأشخاص عرضة لاكتشاف ذلك العالم الغامض والكبير بحكم عملهم الدائم به. فمن أكثر القصص غرابة هي أن مجموعة من الغواصين السوريين توصلوا لاكتشاف كنز مذهل بعد أن قادتهم إليه سمكة نادرة وغريبة. فما هي القصة؟ بالقرب من سواحل المدينة اللاذقية غرب سوريا، كان هناك مجموعة من الغواصين السوريين يقومون برحلة استكشافية اعتيادية، وخلال الرحلة عثروا على سمكة من غير المألوف أن يتم رؤيتها في المياه السورية. مظهر تلك السمكة النادر أثار فضول الغواصين السوريين لتتبع تلك السمكة حتى يروا المكان التي تعيش فيه، وليروا هل يوجد منها كميات في تلك المنطقة أم هي مجرد سمكة نادرة. والمفاجأة أن تلك السمكة الغريبة قادت الغواصين السوريين إلى ممر ونفق مائي ضيق وطويل، واستمر الغواصون في متابعة السمكة داخل ذلك النفق الضيق حتى أوصلتهم إلى كنز غير متوقع، وهو كهف مائي هائل تم العثور عليه في نهاية ذلك النفق. فالكهف المائي الذي عثر عليه بمثابة كنز لا مثيل له نظراً لتنوع الحياة المائية فيه، حيث توجد فيه حياة بحرية متنوعة لعدد كبير من الكائنات البحرية التي لم يتم رصدها منذ قبل في المياه السورية. وعلى ما يبدو أن الكهف البحري المذهل الذي تم اكتشافه بالقرب من جرف صخري يقع على شاطئ مدينة السمراء شمال مدينة اللاذقية، يخفي وراءه الكثير من الأسرار والكنوز البحرية النادرة التي لم يتم اكتشافها حتى يومنا هذا. وبحسب الخبراء في مجال الثروة المائية، فإن الكهف البحري المكتشف يشبه إلى حد كبير الكهوف المائية الموجودة في جزر الكاريبي، لذا أطلق على الكهف المكتشف تسمية الكاريبي السوري. وأشار الخبراء إلى مدخل النفق الذي تؤدي نهايته إلى الكهف البحري، تقع على بعد مسافة 5 أميال تحت الماء قرب جرف صخري موجود في المنطقة. ويعتبر هذا الكهف المكتشف حديثاً هو الأول الذي تم اكتشافه في تاريخ البلاد، فلولا تتبع حركة السمكة الغريبة التي رصدها الغواصون ما تم التوصل إلى هذا الاكتشاف المذهل. ويرى الخبراء أن المرحلة المقبلة ستكون مليئة بالاكتشافات في هذه المنطقة بعد أن أعطت الجهات المعنية للغواصين توجيهات بتكثيف عمليات الاستكشاف والبحث قرب الجرف الصخري القريب من شاطئ بلدة السمرة شمال اللاذقية.